أهلا بكم. لم يمر أكثر من شهر على مقتل صالح على يد ميليشيا الحوثي في بداية ديسمبر الماضي، حتى عقدت قيادات مؤتمرية في صنعاء أول اجتماع لها، وأكد بيان الاجتماع مواصلة مقاومة عدوان التحالف والحفاظ على وحدة الصف المؤتمري. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش مستقبل مؤتمر صالح بعد انقسامه في محورين: تأثير انقسام مؤتمر صالح على مستقبل المؤتمر الشعبي العام، وأبعاد اجتماع قيادات مؤتمرية في صنعاء على ميليشيا الحوثي. وسط تشظ لحزب المؤتمر الشعبي العام جناح صالح بين الحوثي والتحالف، عقدت قيادات مؤتمرية اجتماعا لها في صنعاء، فسره معارضون بمحاولة ميليشيا الحوثي كسر حالة العزلة السياسية التي تعيشها منذ نهاية العام الماضي. نبدأ النقاش بعد التقرير. ظلم يعتصرها الحزن والألم، تنعي إليكم اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الزعيم الوطني الكبير فخامة الأخ المشير علي عبد الله صالح رئيس. قرأوا الفاتحة على روح زعيمهم ثم مدوا أياديهم إلى قاتليه. هذه خلاصة اجتماع مؤتمر صالح نسخة صنعاء، الاجتماع الذي لم تجرؤ فيه قيادات مؤتمرية حتى على الإشارة إلى من قتل صالح، مكتفين بالقول لقد قتلته أحداث مؤسفة. ويعد الاجتماع الأول منذ مقتل المخلوع صالح نهاية العام الماضي، وانتهى بتكليف صادق أمين أبو راس بالقيام بأعمال رئيس الحزب. وبدا توجه مؤتمر صنعاء واضحا في مواصلة ما أسماه بيان الاجتماع بمقاومة العدوان، وهو معنى بنظر مؤتمريين آخرين ارتهاناً لميليشيا الحوثي وخضوعاً لرغباتها ورفض استخدام اليمنيين كمرتزقة لتحالف العدوان. تشير الوقائع إلى أن المؤتمر الشعبي العام جناح صالح دخل مرحلة شتات كبيرة داخل اليمن وخارجه، فلم تمضي 3 سنوات على انقسامه إلى مؤتمر تابع لهادي وآخر لصالح بعد اندلاع ثورة فبراير 2011، حتى انقسم جناح صالح نفسه منذ نهاية العام الماضي وتفرقت قياداته بين الحوثي والتحالف. اللافت أن ما يجمع بين تيار نجل المخلوع أحمد علي وتيار صنعاء هو عدم الاعتراف بشرعية الرئيس هادي في الوقت الذي تبذل فيه جهود كبيرة من رئيس حكومة الشرعية للملمة المؤتمر تحت إطار الشرعية، في ظل توجه إقليمي داعم لعودة المؤتمر الشعبي للمشهد السياسي. بنظر مراقبين تعيش القيادات المؤتمرية في صنعاء تحت رحمة الميليشيا، ويأتي اجتماعهم الحالي كمؤشر على حالة العزلة التي تعيشها ميليشيا الحوثي، مما يفسر أن الحوثي يريد كسر حالة العزلة عبر تشكيل غطاء سياسي شكلي من خلال عودة المؤتمر للواجهة. نبدأ النقاش مع ضيفنا من الرياض ثابت الأحمد القيادي في المؤتمر الشعبي العام التابع للشرعية. أهلا بك أستاذ ثابت. أهلا وسهلا بكم. بداية تعليقك على ما حدث اليوم في العاصمة صنعاء. عزيزي، ما حدث اليوم في العاصمة صنعاء هو أمر متوقع منه، يعني منذ فترة طويلة، منذ أيام على الأقل، منذ مقتل الزعيم علي عبد الله صالح. كان الحوثيون يخططون لإنشاء مؤتمر شعبي عام، أو بالأصح نستطيع أن نقول مؤتمر حوثي عام بصبغة الكمينية، لا يمت إلى المؤتمر الشعبي العام المعروف بأية صلة. المؤتمر الشعبي العام معروف بأدبياته في أدبياته السياسية بأنه سبتمبري جمهوري وطني وحدوي. ما تم اليوم، وفي الواقع نحن نلتمس لهم العذر، ومحاولة للالتفاف، أو هو بالأصح الالتفاف على أدبيات المؤتمر الشعبي العام وعلى جمهوريته وسبتمبريته. وكما قلت، هناك وطنيون وهناك جمهوريون ومؤتمريون حقيقيون داخل المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، لكن لنعذرهم لأنهم تحت سطوة القوة القاهرة الحوثية التي لا يستطيعون معها اتخاذ أي قرار يعني إيجابي بحق الوطن. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، كان ينبغي، وأقولها بأسف، على هذه القيادات وعلى غيرها أيضا أن تكون وفية لدم الزعيم الذي بذل روحه ودمه في اللحظة الأخيرة، وهو يقارع هذه الجماعة السودانية الكهنوتية، ودعت اللحظة الأخيرة إلى فض الشراكة معهم. اليوم تمتد الأيادي للأسف لمصافحة هذه الجماعة، لمصافحة قتلة الزعيم رئيس المؤتمر الشعبي العام والأمين العام.
اليوم يجري الالتفاف. هو الآن نحن نحاول في هذه اللحظة فهم هذه الحالة السياسية الجديدة، هذه الأيادي التي ترحمت على علي عبد الله صالح وفي نفس اللحظة تمتد لمصافحة قاتليه، كيف يمكن فهم هذه الحالة السياسية من وجهة نظركم؟ هو يبدو في الواقع نوع من الازدواج وحالة من السلبية، لكن من ناحية ثانية لا نستطيع أن نقرر هذا الحكم على إطلاقه، ليبقى قليل من العذر لهم أو على الأقل لبعضهم، لأننا على الأقل أنا شخصيا أعرف بعضهم شخصية وطنية ومؤتمرية ولا يمكن أن تخون الزعيم، لكن هم واقعون تحت سيطرة وسطوة الجماعة التي لا تفهم، وربما أخرج بعضهم قسرا وقهرا من بيته لحضور الاجتماع الذي لم يكن يرغب بحضوره. هذا ما أعرفه اليوم شخصيا من خلال بعض المتابعات معهم والاتصالات الشخصية التي تواصلت بها مع البعض، جرى تواصل معهم اتصالات هاتفية وحضور بعض الشخصيات من جماعة الحوثي إلى بيوت بعض أعضاء اللجنة العامة لقصرهم على الحضور حين رأوا بعضهم تململوا من الحضور. وعلى أي حال فهذا المؤتمر لا يمثل المؤتمر الشعبي العام ولا يمثل على الأقل الزعيم ولا يمثل أيضا. طيب أستاذ ثابت، هي قيادات ليست بالبسيطة، لها ثقلها في المجتمع ويتبعها قبائل أيضا، وأنت تقول أنهم وطنيون وجمهوريين، لماذا لا يستغلوا هذه اللحظة الفارقة في تاريخ البلاد ويبدو نوع من الممانعة والمعارضة ويعتكفوا في بيوتهم ولا يذهبوا لهذه الاجتماعات وهي فرصة لهم لإثبات هذا الموقف؟ من الصعوبة يا عزيزي، صحيح هناك يعني تواجد شعبي كثير للمؤتمر الشعبي العام، لكن بالنهاية لا تنسى المؤتمر الشعبي العام هو تنظيم سياسي، ليس بيده سلاح وليس بيده قوة دولة. الحوثي يسطو ويتعامل اليوم ويقهر المجتمع ككل وليس المؤتمر الشعبي العام بقوة الدولة، بجيش الدولة، بأمن الدولة، يعني بالقوة التي تملكها الدولة وليس بقوته، وبالتالي فمن الصعوبة بمكان على المؤتمر الشعبي العام مهما كانت قوته مواجهة الدولة بكافة عدتها وأعدادها بجيشها بأمنها، هذا من المستحيل ويعتبر أيضا انتحار سياسي في الواقع. لا نستطيع أن نقول اليوم لأي مؤتمري أو إصلاحي أو أي شخصية كانت واجهوا الحوثي اليوم داخل صنعاء وأنتم عزل، هذا انتحار سياسي. طيب نشرك معنا من مسقط دكتور عبد الله الغيلاني الكاتب والمحلل السياسي العماني، أهلا بك دكتور عبد الله. مرحبا بكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام دكتور عبد الله. إذا أحداث متعاقبة منذ مقتل صالح إلى انعقاد المؤتمر اليوم في صنعاء، كيف يمكن تلخيص المشهد اليمني من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء دعنا نؤكد على أن المؤتمر الشعبي العام ليس حزبا عقائديا، أي أنه لا يلتف حول فكرة مركزية معينة كما هو شأن الأحزاب الأخرى أو الأحزاب يعني المتماسكة القوية. حزب المؤتمر الشعبي العام هو حزب وظيفي، كانت رسالته الهيمنة على السلطة والثروة، وكان يأتمر بأمر رجل واحد. الآن كل هذه المعطيات انقشعت وانتهت، فلم يعد هذا الرجل الذي أسس هذا الحزب في 82 وحكم به البلاد نحو 3 عقود واستمر بعد ذلك عقد آخر، لم يعد هذا الرجل الذي أسس هذا الحزب ويعتبر هو يعني الشخصية المركزية فيه موجودا. كذلك الحزب لم يعتد على العمل المؤسسي، هناك شخص أو مجموعة أشخاص هم الذين يعني يستحوذون على السلطة ويستحوذون على القرار، وبالتالي لم يكن هناك عمل مؤسسي في هذا الحزب في يعني معظم تاريخه، وهذه نقطة ضعف أخرى. فحزب هذا شأنه ليس له عقيدة سياسية متماسكة، لم يعتد على العمل المؤسسي المهني. الآن هناك ما هو يعني أسوأ من ذلك، الحزب كان قويا ليس فقط علي عبد الله صالح ذاته، وإنما كان قويا بما يتوفر عليه من القوة الصلبة المتمثلة في السلاح والقوة الناعمة المتمثلة في المال. الآن كلا القوتين قد انقشع وانتهى، فلم يعد هذا الحزب يملك هذه القوة الصلبة، ولم يعد أيضا يملك الأموال التي كان يملكها على عبد الله صالح. وبالتالي أنا أحسب أن حزب المؤتمر الشعبي العام في هذه المرحلة بعد غياب صالح يعيش مرحلة فيه مرحلة انعدام الوزن، مرحلة غياب الوجهة، وعلى هذا فالمتبقي الآن هو الجناح الذي انحاز إلى الرئيس هادي، والجناح الآخر الذي يراد له أن يعني تبعث فيه الحياة مرة أخرى وهو الجناح أحمد علي عبد الله صالح. أما هذا الفرع المتبقي في صنعاء والذي عقد المؤتمر هذا اليوم ويحاول أن يعيد يعني إنتاج نفسه مرة أخرى
أظن أن هذا الفرق من الحزب في سبيله إلى الانتهاء وإلى التشظي، ويعني كما قلت لم تعد له رسالة، وسيكون واقعا بالتأكيد تحت تأثير الحوثيين. ليس هناك هامش حرية يمكن أن يتحرك في يعني فرع الحزب في صنعاء. الآن يبقى السؤال، ما مصير الجناح الذي يمثله أحمد علي عبد الله صالح؟ يبدو أن التحالف يريد إعادة تصنيع هذا الجناح مرة أخرى، ولكن ليس من أجل إدماجه في الشرعية، أي ليس من أجل إدماجه في مجموعة هذه ليصبح يعني ضمن فرع الحزب الذي يعني انتظم في الشرعية، وإنما ليكون بديل وليكون ندا. وهذه مسألة خطيرة جدا إذا 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 قبلها التحالف. طيب هذه نقطة مهمة سأناقشها معك بشيء من التفصيل، لماذا التحالف يريد ذلك، لكن نبقى في اجتماع صنعاء اليوم. ما الهدف بالنسبة للحوثيين من هذا الاجتماع؟ ماذا أرادوا الحوثيين من هذا الاجتماع أولا؟ ثانيا المجتمع الدولي ورعاة العملية السياسية كيف سيتعاملوا مع اليوم الفصيلين الذي يريد الحوثي أن يكون موجود، الحوثي وحزب المؤتمر في صنعاء كغطاء سياسي له؟ الحوثيون يعملون وفقا لخطة مرسومة محددة سلفا، وهم يحققون أهدافهم واحدا في الآخر. الحوثيون استطاعوا أن ينزعوا قوة علي عبد الله صالح في حياته، جردوه من كل وسائل القوة العسكرية والمالية والسياسية أيضا، من خلال يعني إضعاف التحالفات القبلية التي كان يقيمها صالح. فبعد أن جرد الحزب من كل مواطن القوة العسكرية والسياسية والمالية، الآن لم يبقى إلا هذا الغطاء السياسي. الحوثيون يريدوا أن يستغلوا بهذا الغطاء السياسي، يريدوا أن يعطوا انطباع للمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي أن اليمن يحكمها نظام تعددي ونظام ديمقراطي، وما هم إلا فريق من ضمن فرقاء متعددين، يريدوا أن يوصلوا هذه الرسالة. طيب، ولكن يعني بالنسبة للمجتمع الدولي كيف سيتعامل مع هذه الرسالة؟ سيتجاوب معها؟ هم فقط لا يقولون أنهم ميليشيا الحوثي موجودة في صنعاء والمؤتمر، أيضا يتحدثون عن أحزاب اللقاء المشترك أيضا. نعم، يعني هذا الحزب في صنعاء سيكون امتداد، هو الذي سيرث شركة علي عبد الله صالح، وبالتالي إن كان المجتمع الدولي يتعامل مع الحزب باعتباره شريكا في السلطة وإحدى القوى السياسية النافذة في اليمن، فإن هذا التعامل سوف يمتد الآن على اعتبار أن من ورث على عبد الله صالح هو فرع الحزب في صنعاء. ولكن المجتمع الدولي في الوقت ذاته يدرك تماما أين تكمن القوة. القوة ليست بيد هؤلاء، قوة القرار الاستراتيجي في صنعاء هي بيد الحوثيين، وبالتالي ما يقرره الحوثيون هو الذي يعني يكون موضع اعتماد من قبل المجتمع الدولي، وليس ما سيقرره الحزب. هذا على افتراض أن الحزب ستكون له أجندة مختلفة، ولكن الغالب أن الحزب في صنعاء لن تكون له أجندة مختلفة ولن تكون له رؤية مغايرة، وإنما سيكون ظلا لما يعني يتخذه الحوثيون من خيارات ولما يتخذونه من يعني قرارات. طيب أعود للأستاذ ثابت الأحمدي من الرياض. أستاذ ثابت، إذن يرى الدكتور عبد الله ويرى البعض معه نفس هذه الرؤية للمؤتمر، أنه اليوم يعاني من حالة تيه وفقدان ربما للبوصلة والثقة في المجال السياسي اليمني اليوم. هناك تقاسم وتجاذب للمؤتمر الشعبي العام بين ثلاثة أطراف. في الرياض أنتم المؤتمر الشعبي التابع للشرعية، كيف تنظرون لهذه الانقسامات ومستقبل المؤتمر الشعبي العام بشكل عام؟ يا عزيزي، لازلنا فعلا لا يزال المؤتمر الشعبي العام، أقول بشكل عام، يعاني صدمة أو ظهور اللحظة. المشهد لازلنا نعيشه لحد الآن في تفاصيل لحظة الذهول، ولما يجتمع المؤتمر الشعبي العام يلملم شتاته حتى الآن. أقول لك الرئيس الشرعي في الوقت الحالي للمؤتمر الشعبي العام هو عبد الرب منصور هادي، وفقا للقرارات ومخرجات المؤتمر العام السابق المنعقد في عدن في ديسمبر 2005. ما حصل اليوم من قبل إخواننا المؤتمريين في صنعاء هو التفاف في الأساس على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام وعلى المؤتمر العام للحزب، باعتبار المؤتمر العام للحزب هو أعلى سلطة تنظيمية في الحزب وليس اللجنة العامة، وليس من مهمة اللجنة العامة أن تعين رئيسا لها أبدا، هذا مهمة المؤتمر العام. تقول أن الرئيس الشرعي للمؤتمر هو عبد ربه منصور هادي، لكن يبدو أن رعاة العملية السياسية الإقليميين والدوليين لا يتعاطوا مع هذا المعطى بأن عبد ربه رئيس الشرعي للمؤتمر. عندما كانت هناك مفاوضات في عدة عواصم بما يخص الملف اليمني، كان هناك الحديث عن المؤتمر الشعبي العام في صنعاء.
لم يحصل حتى الآن، وأيضا لست مع يعني لفظة تجنحات أو تيارات حاصلة لحد الآن، لأنه لم نسمع رسميا حتى الآن عن أحمد علي عبد الله صالح أنه عنده تيار في المؤتمر الشعبي العام أو يدعو إلى إنشاء جناح خاص به أو شيء من ذلك. يعني ما هو حاصل اليوم، مؤتمر صنعاء كما أشرت قليل، ولكنه بنكهة حوثية خمينية، يرد تشكيله وإعادته بصيغة معينة وعلى وصناعته على أعين الجماعة الحوثية التي تريد يعني حزبا بحجم المؤتمر الشعبي العام تريده تابعا لا شريكا، يعني بالعقل إذا كانوا انقلبوا وانفضوا بالأمس على رئيسه وأمينه العام هل سيقبلون اليوم بقية الأعضاء؟ هذا محال، وهذا ما يجب أن نفهمه بكل بداهة. طيب لحظة الصدمة إلى متى ستستمر أستاذ ثابت؟ ما الذي يحتاج المؤتمر اليوم للاجتماع؟ لماذا اليوم هناك قاسم مشترك وحيد بين مؤتمر صنعاء والمؤتمر الذي يتوزع ما بين القاهرة وأبوظبي وباقي العواصم هو عدم الاعتراف بالشرعية؟ ما الذي يمنع اليوم المؤتمرين الذين خارج سلطة الميليشيا الحوثي من الاعتراف بالشرعية والانضمام إلى مؤتمر كما تقول عبد ربه منصور هادي؟ هناك أصوات ليست تيارات كما يروج البعض بأن هناك تيار ضد الشرعية وما أشبه، قد تكون هناك أصوات لكن نعتبرها أصوات شاذة وبعيدة ولا تمثل أي وزن في الغالب، لكن بشكل عام المؤتمرين الذين خارج صنعاء سواء في القاهرة أو بيروت أو الرياض أستطيع أقول أكثر من 90% منهم يعمل تحت قيادة وتوجيهات الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، لكن حتى اللحظة لا يعترفوا بهذه الشرعية على سبيل المثال سلطان البركاني الأمين العام المساعد. نعم لم يصدر عن الشيخ سلطان البركاني أي تمرد على شرعية عبد الرب منصور هادي فيما يتعلق يعني بكونه رئيس المؤتمر الشعبي العام حتى اللحظة. طيب أعود للدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله الغيلاني، أشرت إلى نقطة مهمة أن التحالف العربي اليوم لا يريد لبعض الفصيل اليوم من المؤتمر المتواجد في بعض العواصم العربية أن يكون ضمن الشرعية، يريد أن يكون ند لمؤتمر عبد ربه منصور هادي، لماذا؟ لأن التحالف يعني كما نرى عبر السنوات الثلاث المنصرمة يبدو أنه لا يريد التعامل مع هذه الحكومة، وهناك مشكلة، هناك أزمة يفكر فيها التحالف من الآن، وهي أزمة من يحكم اليمن في مرحلة ما بعد التحرير. لو كان التحالف يعني يضع ثقله في حكومة الرئيس هادي بقطع النظر عما كان الرئيس هادي يمثل يعني جناحا ثقيلا قويا متماسكا من الحزب، ولكن على الأقل بصفته رئيسا للجمهورية هو الرئيس الشرعي المعترف به دوليا، يبدو واضحا أن التحالف لا يضع ثقله ولا يضع رهانه يعني في الرئيس هادي، وبالتالي هو يفكر في البديل. البديل الطبيعي أو الشريك الطبيعي لحكومة الرئيس هادي هو الحزب التجمع اليمني الصاعد باعتباره أحد أكبر القوى السياسية في المشهد اليمني. التحالف متخوف جدا من هذه القوى السياسية ولا يريد لها أن تطلع بأدوار مركزية في مرحلة ما بعد التحرير. إذن التفكير الطبيعي هو البحث عن بديل، إعادة صناعة يعني هذا الجناح الآخر من أجنحة المؤتمر الشعبي العام ممثلا في أحمد علي عبد الله صالح، وتزويده بكل ما يحتاج إليه من وسائل القوة، وإعادة إنتاجه مرة أخرى ليكون رقما صعبا في يعني المشهد اليمني، وليكون شريكا في التحالف في يعني الحكومة الشرعية. يبدو أن لكن التحالف يكرر دائما أن هدفه من التدخل في اليمن هو استعادة الشرعية والشرعية تكمل مسارها. هذه نقطة. النقطة الثانية، اليوم هناك كان موقف صدر ونشرته صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر حكومي رسمي يمني يقول أنه لن يسمح بأي محاولات اختراق من قبل ميليشيا الحوثي للمؤتمر الشعبي العام، وأنهم سيسعون للملمة كل المؤتمرين ضمن صف الشرعية. مسألة أن الرسالة النظرية للتحالف هي تحرير اليمن والإطاحة بالحوثيين وإعادة الحكومة الشرعية، نعم على المستوى النظري هذا لا يعني يزال قائما، ولكن يعني مضى الآن يعني 3 سنوات تقريبا ولم تتحقق هذه الرسالة ولم يتحقق هذا الهدف. إذن معنى ذلك أن هناك رسالة أخرى، أن هناك يعني أجندة أخرى للتحالف، وهذا يبدو واضحا. يعني هذا الجمود في العمل العسكري، هذا الجمود في الحلول السياسية، هذه الحالة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، يعني كل هذه المعطيات تشي
أن التحالف على المستوى العملي لم يعد ملتزما برسالته الأولى، وإن كان نظريا لا زال يعلن أنه دشن هذه الحرب من أجل الإفاحة بالحوثيين وإعادة الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية الآن لم تعد إلى اليمن لتحكم اليمن من داخله ولتدير الأراضي المحررة من داخل اليمن، إذن هذا يضع علامة استفهام كبرى. وقد سمعنا يعني الشيء بالشيء يذكر، قبل أيام رئيس الأركان أعطى تصريحات ل يعني مجلة الإيكونومست، وقال فيها أن الجنود جنود الجيش الوطني الآن لا يجدون يعني رواتبهم، وبالتالي يضطرون إلى بيع أسلحتهم من أجل أن يحصلوا على يعني لقمة العيش، وهذه كارثة في حقيقة الأمر مسؤول عنها التحالف. إذن المسألة كلها تحتاج إلى إعادة نظر، هناك أسئلة واستفهامات يعني كلية بعد مضي كل هذه السنوات وكل هذه الإخفاقات، وعجز التحالف عن يعني إحداث تقدم حقيقي فيما يتصل ب يعني تحرير اليمن والإطاحة بالحوثيين وإعادة الحكومة الشرعية. أنا أظن أن يعني كل هذه المعطيات، كل هذه التداعيات، كل هذه الإفرازات، كل هذه التحولات التي حدثت وتحدث يوما بعد آخر في المشهد اليمني حري بالتحالف أن يقف عندها وأن يعيد قراءته للمشهد اليمني وأن يعيد قراءته لخارطة القوى السياسية، وأن لا يتورط في خطايا أخرى من قبيل الخطيئة الكبرى التي ورط فيها على عبد الله صالح وانتهى بالأمر إلى ما انتهى إليه، والآن يحاول أن يعيد إنتاج أحمد علي عبد الله صالح ليكون رقما في يعني الحكومة الشرعية تمهيدا ل يعني ربما لإحلاله محل هادي مستقبلا. يعني هذه القراءات المضطربة للتحالف للمشهد اليمني أنا أحسب أنها هي السبب الرئيسي المباشر في كل هذه التعثرات وفي كل هذه الإخفاقات. طيب أعود لضيفنا من الرياض الأستاذ ثابت الأحمدي. أستاذ ثابت الأحمدي، تعليق لك عن رؤية الدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط أن التحالف لا يريد لباقي المؤتمرين المتواجدين اليوم خارج سيطرة ميليشيا الحوثي أن يكونوا ضمن الشرعية، هو يريدهم أن يكونوا ند للشرعية. أحترم رأي الضيف العزيز، لكن بشكل عام ليس هناك تصريح رسمي صدر من التحالف فيما يتعلق بهذه الجزئية تحديدا، والموقف المعلن بالنسبة للتحالف هو إعادة الشرعية والعمل يعني لصالح القضية اليمنية بشكل عام. ما يجري فيما يتعلق بتأخير أي ترتيبات أو خطوات نشهدها اليوم صحيح لا يوجد تصريح رسمي أستاذ ثابت، لا يوجد تصريح رسمي، لكن في المقابل لا توجد أي تحركات جادة أو خطوات ملموسة ربما للملمة المؤتمرين في صف الشرعية. يا عزيزي، هناك قضية يعني على سبيل الإجمال يجب أن نفهمها جميعا، أن قضية المؤتمر الشعبي العام بالمحصلة النهائية هي جزء من قضية الدولة. من الصعوبة ما كان أن تجد حزبا متماسكا مستقلا بصورته الطبيعية والنهائية في ظل الدولة غير مستقرة وشبه منهارة. الوضع اليوم كله في اليمن ليس المؤتمر الشعبي العام فقط، بل كل الأحزاب في وضع استثنائي، ومن بينها ظل المؤتمر الشعبي العام. وبالتالي أستطيع القول أنه متى عادت للدولة أركانها ومؤسساتها ومتى سيطرت الشرعية بصورة نهائية 100% على الدولة ستعود للمؤتمر الشعبي أيضا سلطته النهائية 100% على كافة مؤسساته. طيب هذه اللحظة في تاريخ اليمن أستاذ ثابت، هذه اللحظة في تاريخ اليمن وما حدث للمؤتمر الشعبي العام وللبلاد بشكل عام من غطرسة وتمادي في القمع من قبل ميليشيا الحوثي هو داعي لأن يكون المؤتمر واضح في قراراته وخياراته في مواجهة ميليشيا الحوثي؟ يعني ربما يعني ماذا بعد أن يقتل رئيس المؤتمر الشعبي العام وينكل بأعضائه ويطارد داخل صنعاء؟ يعني ما الذي يحتاج المؤتمرين ليتخذوا موقف واضح وصريح من ميليشيا الحوثي؟ ربما ستشهد الأيام القادمة خطوات جديدة وقرارات مفاجئة، لكن فيما يتعلق بمؤتمر صنعاء نحن نلتمس لهم العذر. هذا يجب أن نفهمه ويفهمه الجميع، أن قيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء لا تستطيع اتخاذ أي إجراء سياسي في الوقت الحالي، لأنه في الواقع أنها الشخص المقدم على كل الخيارات التي ندعو لها، ولا نكون مثاليين أو نقفز على الواقع. هذه ميليشيا وجماعة كانوا لا تقبل الرأي ولا الرأي الآخر، وتقصر الجميع بالسلاح وبالقهر وبالقوة القاهرة على اتخاذ ما تراه هي. طيب هل نجحت ميليشيا الحوثي بما حدث اليوم في صنعاء في إعادة الغطاء السياسي لها بالمؤتمر الشعبي العام؟ من المؤكد هي تريد الآن صناعة مؤتمر شعبي العام تابع لا شريك مصبوغا بالصبغة الحوثية الخمينية، وهذا ما يجب تحذر له من الأيام الأولى لقتل رئيس المؤتمر الشعبي العام الرئيس الظاهر علي عبد الله صالح. طيب وبالتالي ما توقعاتكم لتعامل المجتمع الدولي ورعاة العمل السياسي مع هذه الخطوة؟ بشكل عام حل قضية المؤتمر الشعبي العام هو جزء من حل قضية الدولة ومن نجاح الشرعية، حين تبسط الشرعية سيطرتها النهائية على الدولة وعلى كافة مؤسساتها ستنتهي أزمة المؤتمر الشعبي العام.
أشكرك جزيلا ثابت الأحمد القيادي في المؤتمر الشعبي العام التابع للشرعية، كنت معنا من الرياض. أختم مع الدكتور عبد الله الغيلاني، ما حدث في صنعاء إلى أي حد هو يعتبر نجاح لميليشيا الحوثي في إعادة الغطاء السياسي لها من خلال المؤتمر؟ بالتأكيد هو نجاح سياسي مقدر لا يمكن الاستهانة به، ولكن دعني أؤكد أخي الكريم أن قضية اليمن اليوم هي ليست قضية حزبية، ليست قضية أحزاب تنشأ ويعني تغيب وتأتي، ويعني قضية اليمن اليوم قضية وطن واقع تحت الاحتلال، حالة إنسانية تزداد بؤسا يوما بعد يوم، تآمر إقليمي ودولي على اليمن، وبالتالي يعني هذه قضية وطن، هناك قضية وطن أكثر منها قضية أحزاب. أما فيما يتعلق بمستقبل المؤتمر الشعبي العام، أنا في تقديري أن المؤتمر الآن في طريقه إلى الأفول، فقد يعني رسالته التي من أجلها أنشئ، فقد كل مقومات القوة والبقاء، وبالتالي أحسب أنه الآن يعني قريب من بوابة الخروج من التاريخ، وهو يعني نجمه في طريقه إلى الأفول. أشكرك جزيلا دكتور عبد الله الغيلاني المحلل السياسي العماني، كنت معنا من مسقط، والشكر أيضا موصول للأستاذ ثابت الأحمدي من الرياض. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة عبد الرقيب.